سليمان العقيلي، يعني حتى لو عقد الحوار تقول بأنه لا داعي للحوثيين، طيب من سينفذ هذا الحوار؟ شو كيف سنضمن آلية تنفيذية إن رفضها الحوثيون؟ إذا سمحت لي أرد على كلامه. تفضل. لا للسعوديين ولا للخليجيين ولا للعرب، ولكن مرحبا بالفرس وباللغة الفارسية. سيد سليمان، هذا لم يكن سؤالي. لغة ثانية في نعم. يعني اليوم الحوثيون هم طرف، هم طرف مسيطر على العاصمة، إذا كان عقد الحوار من دونهم، من يضمن إمكانية التنفيذ؟ أم الحوار سيكون للحوار؟ إذا عقد الحوار بحضورهم يمكن أن ينتج الحوار نتائج وطنية، إذا عقد بدونهم يمكن أن ينتج نصف حلول وطنية، وفي كل الأحوال فإن المتحاورين كاسبون. لذلك شكرا لك، وصلت الفكرة. الحوار في كل حال هو جيد.